دلوقتي تعالوا معايا هنعمل سلطة المشويات أو السلطة اللي بتتقدم جنب المشاوي. تمام، أول حاجة أنا عندي هنا في كده بولة مقطعة في خيار، جزر، توميتو، فلفل حامي كده. تمام، بولة صغيرة أو على حسب كمية السلطة أنت عايزاها. تمام، الأهم من السلطة بقى المية بتاعتها، نفس اللي بتاخديها من المطاعم المشويه الجميله هليوبلس كده، ما بيحط لك طبق كده فيها الطماطم الميه دي اللي بجد بتبقى فظيعه لما تيجي تشربيها. طيب انا عندي هنا بصل اخضر، هنعمل سلطه تانية، اتنين هنعمل التانية. عندي بصل كده ابيض شرايح سلايس، هحط عليه شويه سماق وشويه ملح. وهدعكهم مع بعض كده، هدعكيهم قوي مع بعض. دي اللي هتتحط على المشاوي. تمام، بعد دعكتيهم مع بعض هتحتاج شوية كده من الجرجير، فروع الجرجير هتضيفيهم معاها. صار عندنا السلطة الأولى جاهزة. تمام، بس السلطة دي مش هينضاف عليها أي حاجة تانية، عايزة تحطي شوية ملح، تحطي شوية تاني حاجة تانية، بس أنا شايفة إن دي ما يتضافش عليها أي حاجة تانية إلا بالنهاية ليمونة. تمام، صار عندنا أوكي الطبق التاني. هنوضب له الميه، عندي هنا كده ربع كوبايه من الميه، مش عايزه اكتر، ربع كوبايه من الميه. وعندي معلقه كده من معجون الطماط متدوبه في ميه، هضيف لها شويه. وعندي شويه سماق، فنجان من الخل، ملح، كمون، هذه كزبرة، ايه اوكي مش كزبرة، شوية ليمون، بابريكا، بابريكا، بابريكا رهيبة معاها وبتديها اللون الأحمر الحلو اللي بتاخديها من الجاهز. تمام، شوية توم باودر، بصل باودر بيدوكي نكهة رهيبة لأي سلطات عموما. مش كتير، رشة رشة. طب احنا كده ناقص الكمون، هناخد الكمون معانا. لأن هي أساسها الكمون، حوالي نص معلقة من الكمون بس. خلاص كده أوكي، تخلطيهم وبقى عندك أحلى صلصة أو صوص أو دريسنج للسلطة البلدي بتاعت السلطات بتاعت المشويات. بعد ما خلطيهم حلو تبدأي تجيبي السلطة بتاعتك وتسقيها فيها وتخلي شوية جنبها. وعملنا احلى سلطة بلدي اللي بتتقدم جنب المشاوي، وكمان سلطة الجرجير بالبصل الابيض. طيب احنا عملنا كده سلطة الخضرة وسلطة الجرجير مع البصل والسماق، وعملنا المية بتاعت الصلصة البلدي. هنعمل طبق سلطة الطحينة برضو كده على السريع. عندي علبة روب ومعلقة كبيرة من الطحينة، وهنا في بولة حاطة معلقة خل كبيرة من دي، ومعاها عصرة ليمونة وتوم باودر، تقدر تحط ثوم فريش، بشرة فلفل فريش عادي، حط شوية بابريكا، شوية كمون. أبدأ أنا أمزج دول مع بعض. هاخد معلقة من الطحينة وهضيف معاها علبة الروب، تقدر تحطوا كمان معلقة قشطة أو معلقة لبنة، وهعمل ميكس ليهم. السلطة دي مع المشويات رهيبة رهيبة رهيبة، شايفين لونها أصلا خطيرة، وشايفين القوام، بس بدون إضافة أي حاجة، لا مية ولا أي حاجة. عايزة تضيفي شوية حليب أو لبن ضيفي، غير كده بس هي لازم يكون سمكها حلو بس كده. بعد كده تحطي تمليها في بولة تانية ونحط عليها رشة زيت زيتون، وبقى عندك أحلى طبق ثلاث سلطات للمشاوي.
وكده خلصت حلقتي معاكو. اتمنى قبل ما تطلعوا من الفيديو اذا كان عجبكو انزلوا تحت اعملوا اشتراك من الصندوق الاحمر كلمة سبسكرايب، فعلوا الجرس، اعملوا شير للفيديو مع كل حبايبكم عشان ينتشر. والسلام عليكم، انتظروني فيديوهات ان شاء الله احلى واحلى.